تسمى حنبداو أول حاجة بمقدمة على هندسة. مش هي هندسة؟ اسمع، مش تمثل بالنسبة للأولمبياد تاع الرياضيات؟ بون، هندسة هي إحدى المواد الأربعة اللي حتتناولوها في المجال هذا، في مجال تاع أولمبياد الرياضيات، هي وبجانب الجبر والتوثيقات ونظرية الأعداد، وحصة كبيرة بزاف من المسائل يعني في أغلب المسابقات مخصصة غير للمادة هذه تاع الهندسة. دركا قادر واحد تسمى يسقسي مش الفرق بين الهندسة وبين باقي المواد. دركا بالنسبة للجبر، الجبر يتناول لك بشكل عام العلاقات بين الأعداد، كيفاش عدد أو عبارة أو قيمة معينة تقدر تتبدل لك بدلالة عدد أو عبارة أو قيمة أخرى، كيما وش يعني كيما قريته البارح، يعني كيما مثلا الدول هذو ثاني يعني جانب كبير منهم يختص بالجبر. زيد بالنسبة للتوفيقات، يعني عموما غدوة إن شاء الله حتقراوهم، اسمع حنذكرها ذكر خفيف برك. التوفيقات يعني بشكل عام تتناول المجموعات والعلاقة بين عناصر مجموعات هذو، وبالنسبة لنظرية الأعداد تتناول بشكل عام خصائص الأعداد الطبيعية. يعني إذا تشوفوا الجبر والتوفيقات ونظرية الأعداد حتلقوا أنكم تستعملوا رموز ولا أعداد ولا كتابة هكا رمزية، قدر ما باليش تستخدموا مساواة، تستخدموا عبارات، هذو الأمور. بصح في هندسة الحاجة الأساسية فيها هي الأشكال، ترك تتعامل مع الشكل كيما مثلثات، دوائر، أمورات هذو. و يعني أهم حاجة في الهندسة، أنه على الرغم أنها تختلف اختلاف كبير في الأدوات اللي تستعملهم باش تحل مسائل الهندسة على باقي المواد، إلى أنه عندك أنت حاجة واحدة لازم كيما نقولوا تعتمد عليها بشكل كبير، اللي هي قوة الملاحظة تاعك. هندسة راك تستخدم الحواس تاعك بشكل كبير، ماشي كيما باقي المواد. يعني يسمى فمثلا كي ترسموا شكل، ولا الشكل هذا يعني حيحدد لك بشكل كبير إذا حتحل المسألة هذه ولا لا. لا، سما إذا رسمت شكل مليح حترسم عندك إمكانية كبيرة أنك تحل المسألة، أنك تلاحظ أمور. كما قلنا الهندسة تعتمد على قوة الملاحظة، وقوة الملاحظة تعتمد على الشكل بتاعك. مليح، درك نظن هذه يعني مقدمة كافية هندسة. درك نظن نروحو ديراكت يعني لوش حنلقاو في الهندسة. درك بالنسبة لنا حاليا نهتم بشكل كبير بالمثلثات والدوائر، سيرتو المثلثات، لأنه مثلثات كما نقوله هو حجر البناء للمضلعات الأخرين، كيما مربع تقدر تكونوا من مثلثي خماسي، تقدر تكونوا من مجموعة مثلثات وهكذا. تسمى إذا أنت درست خصائص تاع المثلث بشكل جيد، العديد من أمور في الهندسة حتقدر تدرسهم بشكل مماثل. يعني تسمى كيما خصائص المضلعات، خصائص المضلعات حتفهمهم مليح كي تفهم المثلث أكثر. نفس الشيء بالنسبة للدائرة، الدائرة حتى هي حاجة مهمة بزاف في الهندسة. دوكا نروحو ديريكت يعني سمعت شو مليح. دوكا أول حاجة حنبدأ بالتعريفات الأساسية وحنذكرهم، لأنه يعني هنا لازم تعرفوا التسميات الإنجليزية المثلثات الخاصة والتسميات اللي
ديما حنعودو نخدمو بهم. دركا نبداو مثلا، عندك مثلث، نقولو مثلث حاد، مثلث حاد كيما مثلا حاجة كيما هك، اصبر، لا مثلث، هذا مثلث حاد لأنه جميع الزوايا اللي فيه، هذه الزاوية هذه الزاوية هذه الزاوية هذه جميعها أقل تماما من 90 درجة، هذا هو المثلث الحاد. بالإنجليزية نقوله acute triangle. المثلث المنفرج، مثلث نقوله على مثلث أنه منفرج إذا حقق لي الخاصية هذه. أصبر، نعم، كاينة زاوية من زوايا هذا المثلث أكبر تماما من 90، كما زاوية هذه، زاوية هذه أكبر تماما من 90، نقولوا على المثلث هذا أنه مثلث منفرج، ونقولوا عليه بالإنجليزية obtuse triangle. نعم، مثلث القائم كامل تعرفه، مثلث قائم فيه زاوية قائمة واحدة تساوي 90 درجة، نقول عليه بالإنجليزية right triangle. مليح. بالنسبة للمثلث، مادام حكينا على المثلث القائم نزيدو نحكيو على المثلثات الخاصة. مثلث متساوي ساقين، أصبر، لا، مثلث متساوي الساقين، شوف واجبعه، لازم تفهموا لي حاجة مهمة، أنه دركا حنخدموا بالتعريفات، يسمى قادر خصائص من بعد نلقاوهم، قادر أنتم كامل تعرفوهم مألوفة بالنسبة لكم المتوسط، بصح هذه ما تندرجش مع التعريف تاع مثلث متساوي الساقين مثلا، كاينين أمور درك من بعد نحكيو عليهم ثمانية نقول لكم عليه. بالنسبة للمثلث متساوي الساقين يحقق لك، هو كل مثلث يحقق لك هذه الخاصية، يوجد ضلعين من أضلاع هذا المثلث متساوي، أطوال تاعهم متساويين، ونقولوا عليه بالإنجليزية isosceles triangle. أصبر، اصبر اصبر اصبر، شوف كيف تكتب. اوكي، مليح، ها هو ايزوسيلس سيلس ترينجل. مليح، مثلث متساوي الساقين نقولوا عليه بالانجليزيه ايزوسيلس ترينجل. بالنسبه للمثلث متقايس الأضلاع، هو كل مثلث الأضلاع تاعو كامل عندها نفس الطول، مثلا نقولو مثلا طول هذا يساوي الطول هذا يساوي الطول هذا. زيد، التسمية تاعو بالإنجليزية equilateral triangle. equilateral triangle. مليح، دركا روحوا خصائص أساسية للمثلثات بشكل عام. أول خاصية وأهم خاصية، يعني كامل نظن أنكم تعرفوها، أنه مجموع زوايا المثلث دائما تساوي 180 درجة. مليح مليح. الحاجة الثانية اللي حنحكيو عليها ثاني هو المتدينة المثلثية، أنه
مجموع طولين لضلعين من مثلث ديما أكبر تماما من طول الثالث ولا طول الضلع الثالث. يسمى بالنسبة هنا مثلا عندك A B زيد A C ديما أكبر تماما من B C، ليه؟ و B C زيد B A أكبر تماما من A C. وثاني كاينة حاجة، كي نحكيو على مثلث ما ناش نحكيو على ثلاث نقاط تنتمي على استقامية واحدة، يعني هذه حاجة ثانية مهمة. بون، دركا نروحوا للخاصية الأولى اللي هي مجموع زوايا المثلث ABC هو 180 درجة. دركا نشوفوا وعلاش ديما مجموع زوايا المثلث ABC هو 180 درجة. نعتبره مستقيم يشمل نقطة أ، ها هي نقطة أ، ها مثلث ABC يشمل نقطة أ ويوازي مستقيم بيس. مليح مليح. دركا بما انه المستقيم هذا اللي راني ملونه بالاحمر ومستقيم بي سي هذا، اصبر، ها هو مستقيم بي سي ومستقيم هذا اللي راني ملونه بالاحمر متوازيان، فان الزاوية هذه تساوي الزاوية هذه، وهذه خاصية، هذه خاصية أساسية للتوازي. يعني إذا عندك مستقيمان متوازيان ديما يحققوا لك الخاصية هذه، صبا أنه هذه زاوية نفسها الزاوية هذه. مليح مليح. نفس الشيء بالنسبة للزاوية هذه، الزاوية هذه هي نفسها الزاوية هذه من التوازي. مليح. وبما أنه عندك هذه نفسها هذه، هذه نفسها هذه، وهذه نفسها هذه، فإن هذه زائد هذه زائد الزاوية الثالثة اللي ما حكيناش عليها هذه كامل 180 درجة. ليه؟ وهذا هو السبب علاش مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة. مليح. بالنسبة للبرهان تاع المتباينة المثلثية، هذه نخليها لكم انتوما تخدموها لي، بصح نقول لكم كيفاش حديروا. نعتبروا ولا ماشي نعتبره البرهان على المتباينة المثلثية يكون بالخلف. يسمى واش ديروا لي، افرضوا لي بلي يوجد مثلث وين طول الضلع تاعو لنقل ابي اكبر تماما من مجموع الطولين الاخرين. مثلا هنا ابي اكبر من، قلت كبير، اكبر تمام، لا اكبر من او تساوي، تسمى افرضوا بلي مثلا في المثلث هذا طول ابي اكبر من او تساوي بي سي زائد سي او. مليح مليح. انطلقوا لي من الفكره هذه او سي وتخرجوا على الاخر تناقض، هذه حنخليها لكم من بعد. و يعني كمساعده اخرى، اعتبروا لي الدائره لمركزها ا والدائرة اللي مركزها بي وتشمل نقطة سي. مليح مليح. دركا كيما قلت غادي نخليها لكم ليكم انتم من بعد خدموا عليها. وعلى العموم يعني الخاصيتان هذو هما اهم خصائص يعني المثلثات بشكل عام، يعني هما مجموع زوايا المثلث هي 180 درجة والمتباين المثلثي. دركا نروحوا لحاجة واحدة اخرى، نصبر. مليح. دركا نروحوا للمثلثات الخاصة. دركا قبل ما نروحوا للمثلثات الخاصة نحكيو على مثلث قبيلت نسيت انه نذكره لكم، نصبر، اللي هو مثلث كي نقولوا عليه كيفي. نصبر دوك نكتبو مثلث كيفي. مليح. بالانجليزيه نقولوا سكالين تراينجل. ليه المثلث الكيفي هذا وش يحقق لك؟ المثلث الكيفي او بالانجليزيه سكالين تراينجل هو مثلث ليحقق لك انه ما كانش طولين متساويين في المثلث هذا. يسمى بعباره اخرى ا بي لا تساوي بي سي و بي سي لا تساوي سي ا
والسي آ لا تساوي آ. مليح، هذا نقول عليه مثلث كيفي أو بالإنجليزية سكالين ترانجل. بالنسبة للمثلث القائم، هنا لازم تعرفوا خاصية أساسية للمثلث القائم. أول حاجة هي مبرهنة فيثاغورس، هي نظن كامل تعرفوها. إذا عندك طول الضلعين القائمين أ و ب وطول الوتر هو سي، فإن أ مربع زائد ب مربع تساوي سي مربع. مليح، وهذه الخاصية هذه تكافؤ. وش معناتها؟ إذا عندك مثلث قائم فإنه يحقق لك المساواة هذه، أ مربع زائد ب مربع تساوي سي مربع. إذا عندك مثلث يحقق لك الخاصية هذه، أ مربع زائد ب مربع كاين ضلعين متساويان، اللي هو قصدي طولان لضلعين متساويان. عندك مثلا هنا أبي تساوي أسي. مليح، كي يكون عندك أبي تساوي أسي هذه، فإن الزاوية أبي سي ها هي الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه. مليح، هذه أول حاجة، ومن بعدها حنرجعوا لها. الحاجة الثانية انه كي نديروا المستقيم اللي يشمل نقطة أ، يعني يشمل نقطة أ ويعامد المستقيم بي سي، مثلا نقول يعامد في النقطة دي ها هي أ دي عندك تعامد بي، فإن اصبر فإن دي بي ها هي اصبر نديرها لكم، فإن دي بي تساوي دي سي. مليح، هذه أول حاجة. ثاني حاجة، الزاوية هذه اللي راني مدايرها بالأصفر تساوي الزاوية هذه. مليح، وبالنسبة للمثلث متقيس الأضلاع عندك خاصية واحدة يعني نحكيو عليها، لأنه في الحقيقة مثلث متقيس الأضلاع هو حالة خاصة من المثلث متساوي الساقين، اسمها دروس الخصائص. برك كاين خاصية إضافية اللي هي الزوايا تاع المثلث متقيس الأضلاع ديما 60 60 60. مليح، دركا الخصائص هذو اللي رانا نحكيو عليهم كاين برهان تاعهم، وأكيد نحتاجو أنو نبرهنوهم، لكن حاليا درك ساعة نروحو للتمرين، بعد نروحو لحاجة أخرى مهمة جدا في المثلثات، ومن بعد نروحو نبرهنوك خاصية ولا زوج من الخصائص اللي حكينا عليهم هذا. دركا نروحو أول حاجة للتمرين. عندك الشكل هذا، راهو الشكل هذا المثلث. شوف مثلثات اللي بالأزرق كامل مثلثات متقايس الأضلاع. مليح، وعندك الزوايا هذو، عندك مثلا هذه 70، عندك هذه 70، عندك هذه 25، عندك هذه 60، وعندك في المثلث اللي بالأحمر الطول هذا أهو هذا يساوي طول هذا. مليح، المطلوب أنك تجبد لي القيس تاع الزاويتين هذو اللي بالأخضر. دركا نخليكم 5 دقائق. مليح، شوفوا في الشكل هذا مليح.
هاو دوك نخليكم شوفوا الشكل هذا مليح وشوفوا كيفاش حتتعاملوا معه، ماشي شرط تحلوه، لكن برك انكم تشوفوا مع الزوايا، تشوفوا مع المثلثات، هذه حاجة كافية. مطلوب انكم تخرجوا اقياس تاع الزاويتين هذه، الزاوية هذه والزاوية هذه مليح. كما نخليكم 5 دقائق خمموا فيها مليح. سعيد كش ما كاين كاينين أسئلة ولا؟ لا ما كاينش اللي كاين راني نهضر. هيا خلاص معليش. بون نظن نبداو دركا حنستخدمو يعني خاصية واحدة باش نجبدو الأقياس تاع الزاويتين اللي قلت لكم عليهم، اللي هي خاصية انه مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة. ودرك تشوفوا كيفاش خاصية واحدة فقط تقدر تحلكم أمور كما يبانوا أكثر تعقيدا. بركا نبداو، أصبر لا، بركا أول حاجة نبداو بهذه، هاي بالزاوية هذه، نبداو بالزاوية هذه مليح. أول حاجة عندنا الزاوية هذه 25 والزاوية هذه 70، وهذا هو درك نحدده بالكحل، هو مثلث هذا ليه، مثلث هذا عندك زاوية 70 زاوية 25 مليح. وش معنتها؟ معنتها الزاوية الثالثة تساوي 180 ناقص المجموع مليح. 180 ناقص 70 110، 110 ناقص 25 85، يسمى الزاوية هذه 85، هاي هذه 85 مليح. وعندك هذا، ها هو عندك هذا
هذا راه مستقيم، اصبر درك. وهذا كان مستقيم. واش معناتها الزاويه هذه زائد الزاويه هذه تساوي 180 درجه؟ ملاح. يسمى اصبر ملاح، يسمى هذه زائد هذه 180 درجه. واش معناتها؟ معناتها الزاويه هذه، اصبر، الزاويه هذه واش تساوي؟ الزاويه هذه تساوي 180 ناقص 85 اللي هي 95، 95 درجة. مليح. درك نروحو لآخر مثلث، إيه هو هذا؟ اصبر، مليح. في المثلث هذا عندك الزاوية هذه 60، والزاوية هذه خرجناها 95، وعندنا مجموع الزوايا 180 درجة. يسمى هذه تساوي 180 ناقص المجموع، وتساوي 180 ناقص 155، هذه تساوي 25 درجة. أنا جبدنا الزاوية الأولى، مليح، هاي الزاوية الأولى سي سي بون. روحوا للزاوية الثانية، مليح. دركا وش قلنا؟ قلنا المثلثات هذو اللي بالأزرق كامل متقايس الأضلاع. وش معناتها؟ معناتها هاي، معناتها هذه 60، وهذه 60، وهذه 60. مليح. ما دام عندنا هذه 60 والزاوية هذه 70، وش معناتها؟ معناتها إنه الزاوية الأخيرة حتكون 50. وتحققوا عندك 50 زائد 70 زائد 60 فعلا تساوي 180 درجة. مليح. مش معناتها؟ معناتها الزاوية هذه حتى هي 50. مليح. وهذه حاجة لازم تعرفوها، زاويتان متقابلتان بالرأس ديما متساويتان، ونقدروا نبرهنوها بالتوازي، ولا ماشي بالتوازي، يعني بلا ما نحكيو عليها. زيد عندك هنا 50، وعندك ثاني مثلث هذا، مثلث هاهو هذا اللي اصبر دقيقة، هاو هذا المثلث متقايس الأضلاع. واش معناتها؟ معناتها الزاوية هذه 60، هاهي عندك الزاوية هذه 60. مليح. ما دام هذه 50 وهذه 60، هذه حتكون 70. هاي هذه 70، وتحققوا مجموع تاع 50 زائد 60 زائد 70 180 درجة. بما أنه هذه 70 نفس الشيء، هذه 70 من تحت هذه 70. مليح. وعندنا كما قلنا هذه الزاوية 60، هاي هذه الزاوية كامل 60، لأنه هذا المثلث أهو، مثلث هذا متقايس الأضلاع. مليح. بما أنه هذا 70 وهذا 60، في المثلث هذا أهو دقيقة، مثلث هذا مليح، مثلث هذا وش نلقاو فيه؟ نلقاو فيه أنه اصبر، نلقاو فيه انه الزاوية هذه حتخرج لنا 50. مليح. عندنا 70 وهنا 60، معناتها هذه 50. مليح. دركا اخر حاجة عندك الزاوية هذه 50 والزاوية هذه، اصبر واو، شوفوا المثلث هذا مليح، شوف المثلث هذا عندك هنا 50 وهذه مدها لك 25. اش معناتها؟ معناتها الزاوية هذه هي 180 ناقص 180 ناقص 50 130. المايك تاعك مصروع. اصبر دوكا كم تسمعوا فيا؟ ايه اوكي مليح. عندك المثلث هذا فيه زاويتان 50 و25،
الزاوية الثالثة حتكون 180 ناقص المجموع 50 زائد 25 75، 180 ناقص 75 حتكون 105. لا اسم الزاوية هذه، اصبر، هذه 105 نفس الشيء، هذو متقابلتان بالرأس، معناتها الزاوية هذه الأخيرة اللي رانا نحوس عليها هي 105، 105 درجة. هاي حتى هذه لقيناها ونكونو كملنا المطلوب. هنا الفكرة من التمرين هذا انه نبين لكم كيفاش امور يبانوا لك في الاول معقدين يتحلوا بأدوات بسيطة. كما هنا استخدمنا حاجة واحدة فقط اللي هي مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة. وزيدو نحكي ثاني على حاجة مهمة بزاف في المثلثات، صبر، اللي هو تشابه المثلثات، وهذه يعني قادر تكون من أهم الأمور في الهندسة إن لم تكن أهمها، لأنه أغلب المسائل يعني اللي في المستوى السهل والمتوسط ديما الانطلاقة تاعهم تكون من تشابه المثلثات. دركا حنحكي واش معناتها انه كي نقولوا مثلثا متشابهة. شوف مثلث مثلا، حكمت مثلث، مثلث كيما هذا ا بي سي، ليه درت نسخة عليه بصح، نسخة مثلا تكون صغيرة ولا كبيرة عليه، مليح، والنسخة هذيك بديت ندورها ولا نبدلها في بلاصتها. هنا المثلثان هذو مالغري كبرناهم ولا صغرناهم وبدلنا لهم بلاصتهم، لكن يبقاو فيهم أمور متشابهة مهمة جدا. مثلا انه الزوايا تاعهم تكون نفسها، مثلا كنت لكم مثال دركا نقولوا انا هكا واحد راه واقف قدامي، نقرب له ولا نبعد له ولا مثلا نتكا ولا نقعد ولا نوقف، مليح، هنا هذو مواضع مختلفة بصح انا بقيت نفس الشخص، ما تبدلش فيا الوزن تاعي ولا الطول تاعي ولا امورات كيما هكا. نفس الشيء بالنسبه للمثلثات، نروحوا التعريف تاع تشابه المثلثات وكتاش نقولوا انه مثلثين متشابهين، مليح. دركا مثلا مثلث عندك مثلث ا بي سي مثلث اكس ايغريك زد، نقولوا عليهم انهم متشابهين اذا عندهم نفس الزوايا، مثلا هنا عندك الزاويه بي ا سي تساوي ايغريك اكس زد، هاهي الزاويه اللي بالاصفر هنا تساوي الزاوية هذه، نفس الشيء أ بي سي زاوية أ بي سي هاي الزاوية هذه تساوي زاوية إكس إيكغريك زد، هذه نفس الشيء زاوية بي سي أ هاي تساوي زاوية إيكغريك زد إكس، مليح. وهذه الحاجة تكافئ حاجة أخرى اللي هو نسب بين الأضلاع ثابتة. وش معنتها؟ معنتها مثلا حكم لي الضلعان المحصوران بين، ولا الضلعان اللي يحصروا الزاوية الصفراء، عندك A B و A C، ليه؟ هنا حتكون عندك حاجة مهمة A B، ها هي دقيقة، ها هي A B، ليه؟ على X Y، ليه؟ تساوي ا سي على اكس زد وتساوي بي سي على ايغريك زد. هنا قدر واحد يسقسيني يقول لي كيفاش تعرف وعلاش مثلا هنا نحطو ا بي على اكس ايغريك وما نحطوش بي سي على اكس ايغريك ولا حاجه كيما هكا. دركا شوف، حنا دركا نشوفو للزوايا، مليح مليح، هنا اكس مثلا، يا هو هنا اكس راهي نفس موضع ا، مليح، راهي كيما ا، الزوج يحكموا الزاوية الصفراء هذه،
و بي راهي في نفس موضع إيكراك، الزوج يحكموا الزاوية الزرقاء، و سي في نفس موضع زاد، لأنه الزوج يحكموا الزاوية الحمراء. يسمى في بلاصة ما تقول لي ولا كيفاش حتى نتعرف لي النسبة، هذه بدلها بإكس، بي بدلها بإيكراك. يسمى حنا حتولي عندك النسبة بين بي و إكس إيكراك، بدلتها بإكس و بي بدلتها بإيكراك، وقلت بي على إكس إيكراك. النسبة هذه اللي راني مهت... هذه هي النسبة اللي راني نهتم بها، ولازم نلقاها تساوي بي سي على إيكراك زد، وتساوي سي على زد إكس. مليح. كي تكون عندنا هاي المساواة، كتبتها لكم. كي تكون عندنا المساواة هذه، هنا ديريكت نقولوا مثلثان بي سي و اكس ايكغاك زد متشابهان. مليح. ما تكفيش زوج باش نتفاهموا، زوج ما يكفيش، لازم ثلاثة. بصح اذا انت عندك زوج تقدر تخدم عليهم وتزيد حاجة اخرى. مليح. واش هي الحاجة هذه؟ انك تقدر في بلاصة ما تقول لي انه الزاوية هذه نفسها، في بلاصة ما تقول لي انه الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه، والزاوية هذه نفسها الزاوية هذه، والزاوية هذه نفسها الزاوية هذه، تقول لي حاجة أخرى اللي هي النسبة بين أبي، هاي أبي على إكس إيكغاك تساوي أسي على إكس زد، وتقول لي إنه الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه. مليح. ولازم ديروا بالكم، لازم الزاوية هذه تكون نفسها هذه، وتكون هي نفسها المحصورة. احنا نهتموا بالزاوية محصورة بين الضلعين اللي دينا عليهم، اللي دينا من الأطول تاعهم النسبة. ما تقول ليش مثلا بلي أبي على إكس إيكغاك تساوي أسي على إكس زد، وفي نفس الوقت عندك الزاوية هذه نفسها هذه، هذا غير كافي. وكيفاش وعلاش غير كافي؟ نقدروا نمدوا مثال مضاد، والمثال المضاد انا هنا راني هاو عندك كيما مثال مضاد هذا، اقراوه بعدين نبعث لكم تسمى واش راه مكتوب هنا على شكل بي دي اف. اقراوه مليح مثال مضاد هذا، هاو وزيد درت لكم مثال مضاد اخر، هاو حتى هو لازم تقراو تفهموه مليح باش تعرفوا علاش وعلاش لازم نديو زاوية اللي محصورة بين الضلعين اللي دينا عليهم، دينا منهم نسبة. مليح. ما هيش زاوية أخرى. زيد هي ثاني حاجة أخرى، هذه تاع إنك تقولي مثلثان أ بي سي و إيكغاك زاد متشابهان، معناه تساوي النسب هادو، هذه نسميوها بالإنجليزية اس اس اس، اللي هي سايد سايد سايد. هذه برك يعني لتسهيل باش تترسخ في الذهن فقط، يعني اذا شفتوا هذه معناتها راهو يحكي لكم على تساوي النسب. مليح. وهذه اللي قلت لكم عليها تاع زوايا انهم كامل يكونوا نفسهم، نسميهم ا. مليح. انجل حتى هي نفس الشيء، يعني لترسخ الذهن فقط. والثالثة اللي حكيت لكم عليها تاع انه نسبتين متساويتين وزاوية المحصورة بين ضلعين اللي ديت النسبة يكونوا الزوج متقايستين، هذه نسميهم اس اس. هاو لاحظوا انه عندك اس وعندك ا وعندك اس، اسمها ا هذه اللي هي انجل، اللي هي زاوية راي بين زوج اضلاع. مليحة. اسمها لازم هنا لازم كما قلت لكم قبيلت الزاوية اللي تحكي عليها تكون محصورة بين ضلعين هذوك اللي ديتو منهم النسبة. مليح. دركا ثاني حاجة مهمة، لازم تتراعي والترتيب كي تسميو المثلثين. ما تقدرش تقولي بلي ا بي سي يشابه ايكغاك زد اكس، لازم تحافظ لي على نفس الترتيب هذا. مليح. يسمى بعبارة أخرى، كي تكتب لي أنا أ بي سي و إكس إيكغاك زد، لازم نلقى بلي الزاوية اللي تحكمها أ هذه الصفرة راهي نفس الزاوية اللي تحكمها إكس،
هاي او اكس مليح، اللي هي نفسها هذه مليح. ولازم نلقى بالزاوية اللي تحكمها إيكراك، هاي الزرقاء هذه راهي نفس الزاوية اللي تحكمها بي، هاي هذه مليح. ولازم نلقى بالزاوية اللي راهي تحكمها زد، هاي هاي الحمراء هذه راهي نفسها الزاوية اللي تحكمها سي. يسمى هذه حاجة ديروا بالكم منها مليح، ترتيب مهم جدا كي تسميو مثلثين متشابهين مليح. دركا اصبر مليح دركا، قبل ما نروحوا لحاجة واحدة أخرى نشوف إذا كاينين أسئلة ولا لا. لا يعني ملي بدينا وطلع، إذا كاين أسئلة سقسيو في الشات ونجاوبو. اصبر دقيقة، سعيد كش ما بعثوا قبيلة أسئلة ولا؟ لا ما كاينش. أوكي نستناو شوي سكش ما دقيقة ولا زوج برك. مليح نظن نروحوا لحاجة واحدة أخرى. دركا حكينا يعني ملي بدينا حكينا على تعريفات أساسية المثلثات، وحكينا على خصائص أساسية تاعهم، وحكينا على تشابه المثلثات. سعيد تعيش برك، سعيد مانيش نسمعك. مانيش نهدر مانيش نهدر. أوكي قلنا ملي بدينا حكينا على تعريفات أساسية المثلثات. أصبر قال لك نقدر زاوية بزوج أطوال، وش قصدك بين تقدر زاوية بزوج أطوال؟ شوف سؤالك أصبر ماهوش سؤال. لا إذا قصدك أسك زاوية بين زوج أطوال متقايسين، قد ماشي تقايسين، قد عندنا زوج أطوال وبيناتهم زاوية ومثلث واحد آخر زوج أطوال بيناتهم زاوية، ثم يتحقق التقايس. بصح إذا كانت زاوية ماشي بين هذوك الزوج أطوال ماشي محقق التقايس. مليح بركا سعيد حكى ثاني على حاجة مهمة اللي هي وين يكونوا مثلثين متقايسان. هنا مانيش حنطول فيها بزاف لأنه حالة خاصة من تشابه المثلثين. يعني من الآخر نسختان طبق الأصل من نفس المثلث، برك مثلث يكون في وضعية مختلفة هكا بالنسبة لمثلث وحدة ولا قادر حتى ما يكونش. المهم كي شغل احكم مثلث دير له كوبي كولي وحطو. هنا وين يكون عندك تقايس؟ شوفوا يا جماعة التقايس وكتاش يتحقق لي كي تكون النسبة هذه النسب هذو تساوي واحد، هذه تساوي واحد، هذه تساوي واحد، وهذه تساوي واحد مليح. ولا تقدر تقول لي بلي الزوايا هذو كامل، هذه نفسها هذه، هذه نفسها هذه، وهذه نفسها هذه، وكاين مثلا ضلع نقولوا اكس ايكغريك مثلا الطول تاعو يساوي الطول هنا ابي. ولازم ثاني هنا ملاحظة مهمة جدا، شتو الطول اللي راكم تحكيو عليه؟ مثلا هنا اكس ايكغريك الطول هذا اهو جاي في ضلع، الضلع المقابل للزاوية الحمراء مليح. تسمى الطول اللي رانا نحكيو عليه مقابل للزاوية الحمراء، لازم تحكيو لي في المثلث الثاني على الطول اللي يقابل نفس الزاوية، الزاوية الحمراء. ما تقدرش تجي تقول لي AC تساوي إكس إيكغريك، أي AC مقابلة للزاوية الزرقاء وتساوي إكس إيكغريك اللي هي مقابلة للزاوية الحمراء، وتقول لي بلي ABC يقايس إكس إيكغريك زد. لازم الزاوية اللي ولا الأطوال اللي تحكي لي عليهم هاي إكس إيكغريك و AB
لازم يقابلوا نفس الزاوية، هاي الزاوية الحمراء، نفس الشيء بالنسبة للزاوية الزرقاء والصفراء. مليح. دركا كما قلت لكم يعني هنا بالنسبة للتقايس برك تلقاو النسبة تساوي واحد، يعني بعبارة أخرى التقايس حالة خاصة من تشابه. مليح. دركا نروحوا برهان على بعض خصائص مهمة اللي حكينا عليهم قبل. اصبر شد. مليح. دركا حنا كيفاش بدينا؟ بدينا بتعريفات تاع المثلثات، بعدها رحنا خصائص أساسية المثلثات بشكل عام، بعدها رحنا لخصائص تاع المثلثات الخاصة، يوم مثلث متساوي ساقين والقائم والمتقيس الأضلاع. دركا حنحكمو خاصية ولا زوج برك. مليح. نحكيو عليهم هذا ما كان، لأنه يعني الوقت ما يكفيناش، والباقي تقدر تبرهنهم وحدكم. مليح. نخليها لكم كواجب منزلي. دركا حنبرهنوا على حاجة ولا خاصية وحدة، اللي هي إذا كان عندك مثلث A B C يحقق لك A B تساوي A C، بعبارة أخرى مثلث هذا متساوي ساقين، فإن الزاوية هذه تساوي الزاوية هذه. وقد تبان لكم حاجة غريبة، لأنكم من ما باليش أولى متوسط ولا ثانية متوسط موالفين أنكم تمشيوا بلي هذه تقيس هذه معناتها أبي تساوي أسي ديريكت بلا برهان. بصح هذه في الحقيقة حاجة تحتاج برهان، يعني إذا تخمموا فيها شكون اللي قال لك بلي هذا الأمران متكافئان؟ لازم نبرهنوهم وحده. مليح. دركا نبداو عندك هاي اصبر عندك مليح. وهذا متساوي ساقين. مليح. اصبر كاينه يكافئ، هذه حاجة مهمة بزاف، يكافئ بي سي تساوي زروك تكتب مليح. صوتك صوتك يتقطع. وثان لا انترنت هاي تروح ايه يعني نكتب بوم ماهوش يبان في ستريم. ودرك واضح لا ماهوش يبان ستريم، حبس باسكو تبان لي انترنت تاعك ضعفت وصوتك يتقطع. اوكي درك كامش كلش حنديرو او جا درك واضح وي هاي اخلص بلي من بلي قلنا بلمسة بالساقين ورأس وش كان بلي من بو كذا تحبس سعيد قلت لك من بو كذا بلي إذا تحبس أوكي نسمع فيك يعني ايه عم بالي بصح الستريم او شي كنت ستريم حابس وصوتك كذا قطع. المهم هاو جا خلاص مو تقدر تكمل. نصبر. اوكي مليح. دركا واش قلنا؟ قلنا فينا نبرهنوا انه في مثلث ا بي سي، اذا عندك ا بي تساوي ا سي مليح، هذا كافئ لك انه
الزاوية في المثلث هذا. إذا تنطلق من أنه A B تساوي A C، تقدر توصل أنه زاوية B تساوي زاوية C. وبرهنو الثاني أنه إذا تنطلق من أنه زاوية B تساوي زاوية C، حتوصل لأنه A B تساوي A C. مليح، أيه مليح. دركا وعلاش خيرت لكم البرهان تاع الخاصية هذه بالتحديد؟ لأنه البرهان هذا حيبين لنا مليح الأهمية تاع التشابه. تشابه المثلثات هو الجسر ما بين الزوايا، تقايس الزوايا، وبين الأضلاع والنسب. مليح. اسمع، إذا تبغي تبين معطيات تساوي العين، تساوي طولين، ولا عندك نسبة معينة وبغيت توصل انه زاويتان متقايستان، هنا حتخدم بتشابه المثلثات. ونفس الشيء بالنسبة للعكس. درك نشوفوا في الحالة تاعنا هذه كيفاش حنخدمه. بون، اول حاجة كما قلنا بغينا نبرهنوا التكافؤ. واحد، وش بره الاول؟ هو الاتجاه الاول. كمعطيات وبغينا نلحقو درتها كيما قلنا قبيلت. تساوي طولين، مليح، وهذا تساوي ولا تقايش زاويتين. وقلنا قبيلت انه الجسر الاساسي ما بين الزوايا والأطوال والنسب هو تشابه المثلثين. بصح حنا عندنا مثلث واحد برك، عندك A B C. اصبر، عندك A B C، هذا ما عندك. هنا مش حنديرو، حنخليوه يحتوي مثلثين ونبرهنو باللي راهم متشابهين. مليح. درك تشوف كيفاش حنديرو. دير لي هاهو الضلع هذا، دير لي مستقيم ويعامد والنطر تاعو مع المستقيم بي سي. نديرو هادي، مليح. يسمى ادي يعامد بي سي. يسمى هنا واش عندك؟ هنا عندك مثلثين حنهتمو بيهم. عندك المثلث الاول ادي سي، والمثلث الثاني مليح، المثلث الثاني ا بي دي. مليح. دركا عندك ا دي سي مثلث قائم، وعندك ا دي بي مثلث قائم. مليح. وش معناتها؟ معناتها نقدروا نطبقوا خاصية فيثاغورس. يا اخي قلنا بلي خاصية فيثاغورس تعتبر تكافؤ. اذا عندك مثلث قائم معناتها مساواة هذيك تاع أ مربع زائد ب مربع تساوي سي مربع محقق. وإذا عندك بلي خاصي المساواة تاع أ مربع زائد ب مربع تساوي سي مربع محققة، فإن المثلث اللي عندك حتما مثلث قائم. نظن قريتوها في المتوسط، خاصية فيثاغورس وخاصية فيثاغورس العكسية. حنخدمو بها دركا. حنا شوف، عندك مثلث أ دي سي قائم في دي، وعندك A دي بي قائم في دي. مليح. وعندك A دي تساوي ولا A دي ضلع مشترك بين المثلثين هاو لي بالبرتقالي وبالأزرق. مليح. وعندك A سي تساوي A بي. مليح. حسب فيثاغورس واش حنلقاو؟ حنلقاو انه دقيقة درك نكتبها هذه. حنلقاو انه A سي مربع واش تساوي؟ تساوي أ دي مربع زايد دي سي مربع. مليح. وحنلقاو بلي أ بي مربع واش تساوي؟ تساوي بي دي مربع ولا أ بي دقيقة إيه أ دي مربع زايد بي دي مربع. مليح. دركا عندك أ سي، هاهي اصبر،
عندك اسي تساوي ابي، واش معناتها اسي مربع تساوي ابي مربع؟ مليح، هاو من المعطيات، عندك اسي تساوي ابي، مليح، وعندك هذه ادي مربع تساوي ادي مربع، يسمى هذا تساوي هذا، وهذا تساوي هذا، واش معناتها؟ معناتها هذا تساوي هذا، مليح، هذه تستلزم لك انه دي سي مربع تساوي بي دي مربع، وبما اننا نحكيو على اطوال نقدروا نحيو المربع، يبقى لنا دي سي تساوي بي دي، مليح، يسمى هذه حاجة مهمة بزاف، اصبر، هاهي، مليح، هذه حاجة مهمة بزاف، دركا ها هو عندك الظل هذا نفسه الظل هذا، مليح، دركا، دركا، عندك مثلث، مثلث وين؟ ولا نحكيو على مثلثين هذو على وجه التحديد، عندك أبي تساوي أسي، مليح، وعندك أدي ضلع مشترك، وعندك بي دي تساوي دي سي، وش معنتها؟ معنتها النسبة أبي على أسي تساوي واحد، وتساوي بي دي، أصبر، عندك أبي على أسي تساوي واحد، وتساوي بي دي على دي سي تساوي واحد حتى هي، وتساوي ادي على ادي لانه ضلع مشترك. درك نكتبها لكم هذه، اصبر، ده واش عندنا؟ عندنا ادي على اسي تساوي بي دي على سي دي، وتساوي دي أ على دي أ، وتساوي واحد كما قلنا قبل. وش معنتها؟ شوفوا يا جماعة، هذه حاجة حتعاونكم مليح باش تبقى لكم في راسكم كيفاش تخدموا بتساوي النسب. شوفوا يا جماعة كيفاش درت أ بي، مليح، بديت بأ وانتهيت بدي أ بي، مليح، وهنا بديت بي، بديت بواش كملت هاي ابي، خلصت بي وبديت هنا بي، مليح، بي دي نفس الشيء بالنسبه هنا، هنا ا سي خلصت بسي، وهنا بديت بسي هاي سي دي، وهنا خلصت بدي وبديت هنا بدي، اصبر، هاي دي، مليح، دي ا، وهنا نفس الشيء هاي دي ا، وهنا خلصت بأ، وش هي أول حاجة بديت بها؟ هي أ، مليح، مليح، هذه حاجة يعني حتعاونكم بزاف من بعد في أنكم تكتبوا النسب اللي حابين تبرهنوا أنهم متساوية، إذا بغيتوا تبرهنوا أنهم مثلثين متشابهة، مليح، هاي أ بي، وهنا بي دي، وهنا دي أ، مليح، اسمها أ بي دي، مليح، وهنا أ سي، سي دي، دي أ. مش معناتها هنا ديريكت نقولوا انه هاو نحافظوا على نفس الترتيب، يعني هاو عندك ا بي بي دي دي او، مش معناتها؟ معناتها ا بي دي، مليح، وهنا عندك اصبر مثلث ا بي دي، وهنا نفس الشيء ا سي دي، ا سي دي يشابه، ولا في الحالة هذه لانه النسبة واحد، مليح، نسبة واحد نقدر نقوله كلمة أخرى اللي هي تقايس، نصبر، مثلث أ سي دي يقايس مثلث أو أ سي دي، مليح، يقايس المثلث أ بي دي، مليح، وش معناتها؟ ومنه الزاوية ب هاهي، اصبر، هاهي أ بي دي، وين راهي؟ أ بي دي، هاي نحكي على الزاوية هذه، نفسها الزاوية هذه، من تقايس اللي خرجنا هو المطلوب، واش معنتها؟ ومنه الزاوية ب تساوي الزاوية سي، كما قلنا، خلاص،
وش معناتها؟ معناتها انطلقنا من أبي تساوي أسي، ووصلنا لأنه الزاوية بي تساوي الزاوية سي. لا دركا نروحوا للاتجاه الثاني. اللي هو انك تنطلق من انه الزاوية بي تساوي الزاوية سي، وتوصل لي لانه ابي تساوي اسي. هذه حنخليها لكم واجب. اصبر عذرا، حنخليها لكم واجب منزلي، لانه بنفس الطريقة اللي برهنا بها على الاتجاه الاول. مليح. دركا في البرهان هذا واش نشوفوا؟ نشوفوا انه استخدمنا التشابه باش نربطوا، كيما قلت لكم، باش نربطوا بين تقايس ولا تساوي طولين وتقايس زاويتين. مليح، وهذا مبدأ لازم تفهموه مليح، ومع الوقت يعني حتعودوا تفهموا مليح واش العلاقة بين التشابه وبين واش قلنا قبل. مليح، درك نروحوا لحاجة أخرى. روحوا أصبر، روحوا مراكز المثلثات. مليح، درك حكينا على الخصائص الأساسية للمثلثات، درك نحكيو على مراكز المثلثات. مليح، دقيقة أصبر. اصبر مليح. مراكز المثلثات، مليح. اول مركز حنطرقوا ليه اللي هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. مليح، دركا راكم مثلث، مثلثات عندها دائرة محيطة بها. بعبارة أخرى، الدائرة هذه مش تحقق لك أنه رؤوس المثلث هذا، هاي مثلا دقيقة عندك، رؤوس المثلث هذا هاي A و B و C جميعها تنتمي للدائرة هذه. هذه الدائرة المحيطة بالمثلث. مليح، الدائرة هذه عندها مركز O نسميه، هاو مركز تاعها O، ونسميه مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. مليح، وبالإنجليزية نقولوا له سيركم سنتر. مليح، سيركم سنتر هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. أما الدائرة المحيطة بالمثلث نقولوا لها سيركم سيركل. هي درك نكتبها هنا، سيركم سيركل. مليح، هذه سيركم سيركل الدائرة المحيطة بالمثلث، وسيركم سنتر مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. هذا أول مركز المثلثات حنطرقوا ليه. المركز هذا واش يحقق لك؟ نسميه أو، والتسمية تاعو غالبا ما تكون أو، سما كي تشوفوا أو في التمرين، ماشي ديما بصح، ديما يعني غالبية التمارين تعتمد الترميز تاع أو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. دركا او هذا واش يحقق لي؟ يحقق لي او ا تساوي او بي تساوي او سي. مليح، يعني هذه هي الخاصية الأساسية تاعو. بصح هنا دركا ما برهناش انه يوجد دائما مركز الدائرة المحيطة بالمثلث هذا. مليح، هذه حاجة لازم لها برهان. ومن بعد حنبعث لكم بي دي اف، يعني واش طرقنا ليه كامل. بي دي اف هذا فيه الإثبات هذا، سيو اقراه. احنا نظرا لانه الوقت ما يكفيش، لانه الوقت ما يكفيش يعني ما ناش حنطرق لهم ليهم كامل. مليح، غادي نطرقوا لمركز دائرة محيطة بالمثلث فقط. دركا نشوفوا ده المركز الثاني، مركز المثلث الثاني
اللي هو اصبر كيفاش نسميه هذا، دائرة بالانجليزية نقولوا له incentive. الدائرة هذه واش تحقق لك؟ الدائرة واش تحقق لك؟ الدائرة هتكون ما ماس جميع المدن الثلاثة بغيارة أخرى. نقطة دائرة تتقارع الأضلاع ثلاثة واحدة فقط، مثلا وقت تتقارع وحدة برك نفس هنا نفس هنا نير درك. من بعد احكيو كيفاش ننشئو المركز هذا ونشي نضع لازم نبر انه دين تسمى اي مثلث تمدهولي نقدر ننشئ لك نقطة تحقق لك انها تكون مركز تاموس جميع مثلث. هذه حاجة لازم نبرهن. المركز الثالث حيكون نقطة تلاقي الارتفاعات، بالإنجليزية نقولو أورثو سنتر. النقطة اللي باش تحكي أنه نسميوها حنا أش، يعني في غالبية التمارين نسميوها أش. أش هذه تحكي لك أنه أ أش مستقيم أش يعمد بي سي، و بي أش يعمد أ سي، و سي أش يعمد أ بي. ها كيما راكم تشوفوا في الشكل، هاهي أ أش زاوية هذه قيمة، هذه قائمة، هذه قائمة. برضه المستقيم هذا نقول له نقول عليه ولا ظل هذا ها هو بي، النقطة هذه ظل هذا نقول له ارتفاع متعلق بالضلع آسي. مليح، نفس الشيء بالنسبة لبي سي و آبي. درك نفس الشيء نقطة تلاقي الارتفاعات لازم نبرهنو انه دائما توجد، يعني اي مثلث بديتهولي نقدر نعين لك فيه نقطة بحيث تحقق لك واش قلنا عليه قبيل، ا اش يعبد بي سي، بي اش يعبد ا سي، و سي اش يعبد ا بي. درك اخر نقطة حنطرقوا لها اللي هي مركز ثقل المثلث ولا نقطة تلاقي المنصفات. مليح، احنا غالبا ما نسميوها جي. جي هذه واش تحقق لك؟ تحقق لك انه اجي هاو المستقيم اجي يقطع بي سي في المنتصف، هاي كما راكم تشوفوا، ومستقيم بي جي يقطع آ سي في المنتصف، هاي بي جي يقطعها في المنتصف، والمستقيم سي جي يقطع لك آ بي في المنتصف. مليح مليح. دركا كيما قلنا يعني نفس الشيء بالنسبة للنقطة هذه لازم نبرهنو أنه دائما توجد. مليح، دركا نشوفوا طريقة الإنشاء بتاع كل من المراكز الأربعة. ممكن نشوفه في جيوجبرا. دقيقة دركا، أول حاجة حنبدأ بها اللي هي O، اللي هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. دركا ندير مثلث A B C. مليح، أو عندي مثلث A B C، بغيت ننشئ الدائرة المحيطة بالمثلث هذا واش ندير؟ نحكمه كل ضلع من أضلاع الثلاثة نديروا له المنصف العمودي تاعو، بالانجليزيه perpendicular bisector. مليح، درك نكتبه لكم من بعد، نقولوا له بالانجليزي perpendicular bisector. ها هو، مليح، درك نشوفوا
مليح. هذا كيفاش ننشئوه؟ ولا ساعة نحكيو عليه. المستقيم هذا يحقق لك انه يكون عمودي على ابي ويقطع ضلع ابي في المنتصف. مليح، هذه زاوية قائمة وهذه تساوي هذه. اصبر، هذه زاوية قائمة وعندك هذا نفسه هذا. مليح، دركا هذا كيفاش ننشئوه؟ ننشئوه بواسطة المدور. و يعني مشكل دركا ما نقدرش نحكم مدور ولا حاجة كيما هكا. انا نخلي امر تاع الانشاء هذا ابحثوا عليه اللي ما يعرفوش، بصح نظن كامل تعرفوا كيفاش تنشئوا المستقيم العمودي المنصف. كما قلنا ننشئ العمودي المنصف لكل من الأضلاع الثلاثة. هو هذا الأول، نروح للثاني، الأول تاع أبي، نروح لبي سي. هو مليح، ونزيدو ثقة. مليح، درك النقطة هذه حنسميوها او. اصبر، دقيقة. لا، شكون كنا النقطة هذه؟ لا، النقطة هذه نسميوها مليح. شوفوا دركا، اصبر دركا، شوفوا كي نبدلوا مثلا الموضع. اصبر يا اصبر، شوف نحي او هذه يا سيدي. مليح سيدي، نلتو هذه وقولوا بلي او. مليح، هذه نعتبروها نقطة او. درك نبدل الموضع تاع سي وشوفوا بلي ديما المستقيمات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة. هاي مليح، حتى كي نخليه مثلث منفرج يبقى ديما يتقاطعوا في نقطة واحدة. مليح، كي نخليه شوي قائم. ها مليح، كي نخليه شوي قائم نقاط ثلاثة يتقاطعوا في منتصف الضلع ابي اللي هو الوتر. مليح، كي ثاني كي يكون حاد. مليح، وثاني حاجة مهمة، كي يكون المثلث ابي سي حاد فإنه او اللي هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ديما يقع داخل المثلث. وكي يكون منفرج، او كي يكون منفرج، او ا بي سي مثلث منفرج، ديما المركز يقع خارج المثلث ا بي سي. مليح، دركا اصبر، ننشئ الدائرة وشوفوا. وين راهي سنترال فاضي. مليح، شوف ها هي، اصبر دقيقة، ها هي مثلا هذه نسميها او. مليح، ها هي او مركز دائرة محيطة بأ بي سي. شوفوا الرؤوس أ وبي وسي كامل تقع على الدائرة هذه. مليح، نظن هذا فيما يخص مركز الدائرة المحيطة بالمثلث. نروحوا لحاجة أخرى اللي هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث. دروك نقول لكم على طريقة الإنشاء تاعها. مليح، هنا عندي مثلث A B C. مليح، مثلث A B C كيفاش ننشئه؟ نصبر، شو واش ندير؟ نديرو منصفات الزوايا. دوك نقول لكم واش معناتها منصف الزاوية. مليح، هاي منصفات الزوايا بالإنجليزية angle bisection. نحكم زاوية مثلا زاوية A. مليح،
المنصف يقسم لي الزاوية أ لزوج، يسمى الزاوية هذه ها هي درك هذه الشاشة، شوف نقطة دير نقطة مليح. واش قلنا؟ قلنا المنصف هذا يقسم لي الزاوية لنصفين، ها هي مليح. هاي مثلا هذه خرجت لي 30.01 مليح. دركا نشوفوا الزاوية الثانية مليح، نفس الشيء حتى هي خرجت 30.01. درك برك نلونهم باش تجيكم واضحة. هاي وراها مليح، هاي اصبر نشوف لون واحد اخر مليح. هاي الزوج زاوية الحمر هذو متقايستين مليح. دركا نفس الشيء نديرو نفس الشيء بالنسبة بالنسبة للزاوية بي والزاوية سي مليح. مليح. او كيما راكم تلاحظوا درك نرسم لكم الدائرة المحاطة فيما بعد، بصح لاحظوا لي حاجة انه المنصفات تاع الزوايا ديما يتلاقاو في نقطة واحدة هاي ليه، ومام كي نبدل هاي نبدل فيها كيما بغيت ديما يبقاو يتلاقاو في نقطة واحدة، وديما النقطة هذه تقع داخل المثلث ليه ليه، هاي يكون منفرج ولا قائم ولا كيما بغا متساوي الساقين هاو ليه. دركا واش نديرو؟ نرسمو اصبر تشوف نرسمو دائرة لمركزها اي وتمس الأضلاع مليح. سنترال سيركل اوكي درتها شوية مليح. هاو اصبر مليح، شوفوا يا جماعة ها هي دائرة هاو كما راكم تشوفوا تقطع أضلاع ثلاثة في نقطة واحدة، والمركز تاعها هو نقطة تلاقي المنصفات. نفس الشيء بالنسبة للمنصفات اللي ما يعرفش كيفاش ينشئهم يبحث عليها يعني في اليوتيوب كاين، لأنه واعر أنك كشغل تشرح كيفية الشرح هنا وما يكونش عندك مدوار و زيد ايه هذا فيما يخص نقطة التلاقي ولا مركز الدائرة المحاطة بالمثلث، هي عادة اصبر عادة ما نرمزوا لها بإي ليه، وبالإنجليزية كما قلنا نقولوا لها إن سنترال. نروحوا للمركز الثالث اللي هو الأورثو سنتر ولا نقطة تلقي الارتفاعات، ها هو عندك مثلث ABC عندك مثلث ABC هنا وش نديرو؟ نرسمو المستقيمات، مثلا نرسمو مستقيم اللي يشمل النقطة أ ويعامد مستقيم بي سي مليح. اصبر درك نرسمو مليح مليح، ها هو المستقيم الأول
ها هو المستقيم الثاني، وها هو المستقيم الثالث. مليح. او كيما راكم تشوفوا كامل يتقاطعوا في نقطة واحدة. برك برك نسمي دي اف. درك برك ندير لكم الزوايا باش ما تشوفوا. هاي هذه، هذه راهي 90 درجة، هذه 90 ليه، وهذه 90 ليه. دركا او كيما راكم تشوفوا كيما نبدل في المثلث هذا ديما المستقيمات الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة. مليح. او كيما بدلتو بصح قادر النقطة هذه تكون داخل أو خارج المثلث على حسب المثلث اللي عندي. إذا كان مثلث حاد هاي المركز تاعي حيكون نقطة تلقي الارتفاعات حتكون داخل المثلث. إذا كان مثلا منفرج هاي هاي نقطة التلاقي تاعي حتكون خارج المثلث. أصبر هاي كيما راكم تشوفوا إذا كان مثلث قائم هاي نقطة التلاقي تاعي حتكون هي نفسها نفسها الرأس رأس القائم تاع المثلث تاعي. ليه دركا هذه النقطة هذه كيما قلنا قبيلت عادة ما نسميوها اش هاي. مليح. دركا نروحو لآخر نقطة عندنا اللي هي اللي هي مركز ثقل تلاقي المنصفات بالإنجليزية سنترال. وين راهو المثلث؟ عندك مثلث. مليح. هو عندك A B C. مليح. عندك مثلث ا بي سي. انا واش حندير اصبر راوند بوينت واش ندير ننشئ منتصفات تاع الاضلاع اللي عندي. ليه هي مثلا نقولوا هكا ملير منتصفات تاعي دي منتصف بي سي أ منتصف أ سي و أف منتصف أ بي. مليح. دركا ندير المستقيم، ندير المستقيم وراهو مستقيم اللي يشمل أ و يشمل أ ومنتصف بي سي اللي يوادي هنا. نفس الشيء بالنسبة لبي هي بالنسبة لسي. مليح. دركا كيما راكم تشوفوا ها نفس الشيء كل ما نبدلوا المثلث هذا كيما بغينا تبقى ديما نقطة التقاطع وحدة ماشي وحدة، تبقى المستقيمة الثلاثة ديما يتقاطعوا لي في نقطة وحدة. مليح. هاهو مثلا إذا خلينا مثلث منفرج هاهو مش حيجي هكا. إذا خليناه مثلا نقول مثلث قائم أو حاجة كيما هكا. مليح. دركا ثاني حاجة مهمة اصبر تشوف ولا قبلها النقطة هذه عادة ما نسميوها جي. هاي درك نسميها مليح. هاي خرجت واحد هاي عادة ما نسميوها جي. مليح. وكما قلنا يعني نقطة جي هذه تحقق لك انه مستقيمات هذو يتقاطعوا مع اضلاع في المنتصفات. مليح. دركا
باش يعني نكونوا قادرين على حل المسائل، يعني مسائل تاع الهندسة، لازم ندرسوا الخصائص والعلاقات والأمور المتعلقة بالمراكز الأربعة هذه. مليح، المراكز هذو عندهم العديد والعديد والعديد من الخصائص، مليح، وعديد من المسائل تتطلب منك معرفة هذه الخصائص، لكن هذه خصائص تاع مراكز المثلث تتطلب حصة وحدها، يعني باش نتناولوها بالشرح المفصل. على أي حال، كما قلت لكم، يعني PDF اللي حنرسلوه فيه كلش من اللي ذكرناه واللي ما ذكرناش نظرا لذيك الوقت، لكن حاليا نظن انه تعريف للمراكز هذو حاجة كافية. زيد نروحو برك نكونو، اصبر شوف دقيقة نشوف اذا كملنا ولا لا. مليح، دوكا نروحو مباشرة للدوائر، دوائر المثلثات، العلاقة بيناتهم. إذا حنحكيو حنا على العلاقة بين دائرة ومثلث، لازم نحكيو على الدائرة المحيطة بالمثلث اللي تناولناها قبل، هي الدائرة اللي رؤوس تاعها، رؤوس تاع المثلث تنتمي ليها. مليح، هاهو كيما في المثال هذا، هاهو هاي دائرة محيطة بمثلث ABC، هاهو كيما راكم تشوفوا. دركا لازم نحكيو على أمور مهمة متعلقة بالدائرة المحيطة بالمثلث. أول حاجة نحكيو على الزاوية المحيطية والزاوية المركزية. مليح، كما في المثال هذا، شوف الزاوية المحيطية، هاهي الزاوية المحيطية هي زاوية تحصر قوس والرأس تاعها ينتمي للدائرة. مثلا هاو عندك بي أ سي، زاوية بي أ سي، مليح، عندك أ تنتمي للدائرة هذه، وبي تنتمي للدائرة، وسي تنتمي للدائرة هذه اللي بالأحمر، اللي راني أصور لنا هذه اللي راني مدايرها بالأحمر، دقيقة، هذه مليح، هذه تحصر لي القوس بي سي، هاو مليح، هذه الزاوية نسميوها زاوية محيطية. مليح، درك نروحوا لحاجة أخرى اللي هي الزاوية المركزية. الزاوية المركزية حتى هي تحصر لي قوس، لكن الرأس تاعها ماهوش نقطة تنتمي للدائرة هذه، الرأس تاعها هو مركز الدائرة هذه، هاي أو هاي عندك الدائرة هذه، مركزها النقطة أو. مليح، الزاوية بي أو سي هاي كما راكم تشوفوا تحصر لي قوس هذا، مليح، لكن الرأس تاع الزاوية هذه، هاي الزاوية هذه رأس تاعها هو مركز المثلث، هذه زاوية نسميوها زاوية مركزية. مليح، يسمى لازم تعرفوا لي مليح زاوية محيطية والزاوية المركزية. دركا نحكيو على خاصية مهمة جدا اللي هي الزاوية المركزية، هاي في الحالة هذه زاوية مركزية تحصر لي القوس بيسي، هذا قوس بيسي. مليح، الزاوية المركزية اللي تحصر لي القوس هذا، هذه الزاوية هي ضعف الزاوية المحيطية اللي تحصر لي نفس القوس، هاو هذه يعني بعبارة أخرى الزاوية هذه هي ضعف الزاوية هذه. مليح، دركا هذه حاجة أكيد تحتاج البرهان، يعني تسمى ماشي حنخليوها هكا نفوتو عليها، بما البرهان تاعها ساهل وزيد يتطرق العناصر اللي ديجا ديناهم من قبل نديو. دركا واش نديرو باش نبرهنو على الخاصية هذه، نعتبرو مثلثين. مليح، المثلث الأول حيكون أ أو سي، مليح، والمثلث الثاني حيكون أ أو بي. مليح، اصبر، مليح، دركا
درك نشوفو بما انه او هو مركز الدائره المحيطه بالمثلث ا بي سي، فانه او ا تساوي او سي. هاني درتها لكم هنا، او ا تساوي او سي، ومنه الزاويه هذه هاي، الزاويه هذه نفسها الزاويه هذه، والزاويه هذه لتكن الفا نسميها انا الفا. مليح، هاي عندي زاويه الفا. مليح، دركا دركا واش نديرو؟ نروحو للمثلث الثاني. نفس الشيء عندك او مركز الدائره المحيطه بالمثلث ا بي سي، معناه او ا تساوي او بي. وش معناتها؟ معناتها الزاوية هذه هاي الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه. مليح، هذه نسميها بيتا، الزاوية هذه نسميها بيتا. مليح مليح، دركا دركا نشوف الزاوية بي او سي وش تساوي. مليح، دركا نشوفو وش نديرو، نشوفو الزاوية هذه دركا هاي كندير لها اللون هذا. هذه الزاوية واش تساوي؟ بما انه شوفوا يا جماعة، بما انه ا او سي مثلث، فان هذه الزاوية هاي الزاوية هذه زائد الزاوية هذه زائد الزاوية هذه تساوي 180 درجة. مليح، وبما انه الزاوية هذه زائد الزاوية هذه تساوي 180 درجة، لأنه هذا مستقيم راكم تشوفوا فيه أو مستقيم. مليح، فإن هذه الزاوية زائد الزاوية هذه تساوي الزاوية هذه. مليح، درك نعاود اللي ما فهمش. عندك أ أو سي مثلث، مليح، وعندك الزاوية هذه زائد الزاوية هذه زائد الزاوية هذه 180 درجة. مليح، يسمى هذه الزاوية زائد المجموع تاع ألفا، ألفا زائد ألفا هي تساوي 2 ألفا تساوي 180. الزاوية هذه زائد 2 ألفا تساوي 180، وعندنا في نفس الوقت الزاوية هذه زائد هذه تساوي حتى هي 180، لأنه هذا مستقيم أو هذا مستقيم. ومنه الزاوية هذه هاهي، الزاوية هذه تساوي 2 ألفا. مليح، نفس الشيء نفس الشيء بالنسبة لل بالنسبة للزاوية هذه، هذه هاي الزاوية هذه بالمثل نلقاو انها اصبر درك دقيقة. ليه قلنا الزاوية هذه حنلقاوها حتى هي 2 بيتا، كيما درنا مع الفا يا بعد نديرو مع بيتا. هذه زائد هذه نفسها هذه، بيتا زائد بيتا تساوي هذه، يسمى هذه الزاوية تساوي 2 بيتا. دركا دركا شوفوا لي الزاوية بي ا سي، درك نكتبها لكم. هاو عندكم بي ا سي، مليح، تساوي الفا زائد بيتا. و بي او سي واش تساوي؟ بي او سي تساوي 2 الفا زائد 2 بيتا. إذن اصبر، إذن بي او سي تساوي 2 الزاوية بي او سي، وهو المطلوب. يسمى برهنا انه الزاوية المحيطية والزاوية المركزية للزوج إذا حصلوا نفس القوس، فإن الزاوية المركزية تساوي 2 الزاوية المحيطية. هذا هاي هنا هنا هذه تساوي 2 هذه، هاي ديجا برهناها. مليح، دركا هذه كما قلنا خاصية مهمة جدا 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 لازم تعرفوها. دركا نروحوا لحاجة أخرى، اصبر، نروحوا لحاجة جديدة اللي هي الرباعي الدائري. واش نقصدو بالرباعي الدائري؟ بالانجليزية نقولو له cyclic quadrilateral. اهو اصبر، cyclic
كوا جو لا جو لا الرباعي الدائري نقصد به رباعي جميع رؤوسه تنتمي لدائرة واحدة. أنا مديت لكم هنا مثال، شوفوا الرباعي البيض هاو A B C D. ليه عندك A و B و C؟ ها اصبر دقيقة، هاي A و B و C. ليه ثلاث نقاط هذو تنتمي لدائرة، الدائرة هذه واحدة يعني باش نتفاهموا. بصح النقطة دي ما تنتميش للدائرة هذه، اسمها الرباعي A B C D. هنا نقولوا عليه انه ليس رباعي دائري. بالصح بالصح، شوفوا لي المثلث هذا او قصدي الرباعي هذا، او عندك A B C D. مليح، او جميع رؤوسه تنتمي لدائرة واحدة، يسمى هذا نقولوا عليه انه رباعي دائري، كما قلنا قبل بالانجليزية نقولوا عليه cyclic quadrilateral. يعني هذا ببساطة التعريف تاع الرباعي الدائري. الرباعي الدائري هو رباعي جميع رؤوسه تنتمي لدائرة واحدة. مليح، درك نروحوا الخصائص تاع الرباعي هذا. مليح، أول حاجة أصبر، أول حاجة أنه الزاوية كل زاويتان محيطيتان تحصر نفس القوس متساويتان، اللي هي يعني في الشكل هذا عندك سي آ دي. مليح، تحصر القوس هاي، أصبر دقيقة، هاي عندك سي آ دي، الزاوية هذه تحصر لي القوس سي دي. مليح مليح، وعندك الزاوية سي بي دي نفس الشيء تحصر لي القوس سي دي. إذا الزاوية هذه تقيس الزاوية هذه، وهذه خاصية مهمة جدا في الدوائر. يعني كما قلت لكم قبل، زاويتان لتان تحصران نفس القوس متقايستان. هنا عندنا الزاوية هذه نفس الزاوية هذه. مليح، هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية أنه الزاويتان كل زاوية متقابلتان في رباعي دائري مجموعهما يساوي 180 درجة. مليح، دركا اصبر، هي عندك الزاوية هذه زائد الزاوية هذه تساوي 180 درجة. بعبارة أخرى اصبر، بعبارة أخرى الزاوية هذه هاهي الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه. مليح مليح، دركا اصبر، دركا نشوف إذا بقى الوقت نبرهنوا على الخاصية هذه. سعيد تفضل أنه نخليه ربع ساعة الأخرى لأسئلة، ولا إذا كان واحد ما فهمش كش فكرة، ولا بلي كمل برنها من بعد نزيدوا أسئلة اللي يحب تقسيم. معلش يعني كمل برنها اللي كنت تصل 11، من بعد أسئلة اللي عنده أسئلة يسقسيم مول 11. معلش أوكي أوكي مليح، معلش درك نبرهنها. دركا الخاصية هذه باش نبرهنوها نستعملوا الخاصية الأولى. مليح، اللي هي كل زاويتان محيطيتان تحصر نفس القوس متقايستان. درك تشوفوا كيفاش حنخدموا بها. أول حاجة واش حنديروا، نعتبروا المثلث هذا، اصبر مليح، نعتبروا المثلث هذا، اصبر بدلوا لا كولور، اصبر نستخدم لون مختلف برك. لا هذا مليح، بركا بركا وش عندي؟ عندي هذه الزاوية تحصر لي القوس آسي، هاي ها هو القوس آسي
الزاوية هذه تحصل لي القوس هذا مليح. نفس الشيء بالنسبة للزاوية هذه، الزاوية هذه حتى هي تحصل لي القوس هذا، هاي آ بي سي تحصل لي القوس هذا كما راكم تشوفوا. وش معناتها؟ معناتها الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه. مليح مليح. درك نعتبر مثلث آخر اللي هو هذا، اصبر دقيقة. هيك شو ما حبش يخرج لي. مليح هذا مليح. قلنا عندك الزاوية هذه، هاي الزاوية هذه زاوية بي سي دي تحصر لي القوس بي دي. مليح. هاي الزاوية هذه شو نكون شرط. اسمحوا لي، عذرا عذرا، اعتبرت المثلث الخاطئ. دقيقة جماعة. لا ما كنتش نقصد المثلث هذاك، يعني كنت حاب نحكي على مثلث آخر اللي هو المثلث هذا. هاو مليح. هو عندك، واش عندك؟ عندك الزاوية هذه أ دي بي تحصر لي القوس أ بي. هاي عندك الزاوية هذه تحصر لي القوس أ بي. مليح. نفس الشيء بالنسبة للزاوية أ سي بي، هاي الزاوية هذه حتى هي تحصر لي القوس هذا. وش معناتها؟ معناتها هذه الزاوية، هذه الزاوية نفسها الزاوية هذه. مليح. هاي الزاوية هذه، الزاوية هذه تحصل لي القوس أبي، الزاوية هذه تحصل لي حتى هي القوس أبي. اسمها الزاوية هذه. أي مليح. دركا وش معناتها؟ شوفوا الزاوية اللي بالوردي مليح زائد الزاوية اللي بالأصفر هي أخي الزاوية هذه كامل. أي هذه كامل. مليح مليح. وفي نفس الوقت الزاوية اللي بالوردي هي نفسها هذه، والزاوية اللي بالأصفر هي نفسها هذه، وهذا أصفر وهذا كامل راهو مثلث. مليح. وش معناتها؟ معناتها الزاوية اللي بالأصفر زائد الزاوية اللي بالوردي تساوي 180 ناقص الزاوية هذه. وش بالصح؟ احنا عندنا الزاوية اللي بالأصفر زائد الزاوية اللي بالوردي تساوي الزاوية هذه كامل، يسمى هذه زائد هذه تساوي 180 درجة، وهذا هو البرهان تاعها. اصبر دوك نعاودها. هذه الزاوية زائد الزاوية هذه تساوي 180 درجة. دركا إذا كاين سؤال على البرهان هذا بالتحديد، يعني سقسي. إذا كاين واحد ما فهمش نعاود. سعيد كاين اللي سقسى سؤال على آخر حاجة برهنتها؟ تبر نشوف وش يقصد بالضبط. كاين واحد قال ما فهمش حاجة في الاخر، نقولك نقول لي يقول لي شو ما فهمش عاود له. اوكي قال لك قادرين نثبتوا بالزاوية الداخلية. وي تقدر تثبت بالزاوية الداخلية. هي كاين برهان بالزاوية الداخلية، لكن هذا نظن لأنه ما بغيتش نزيد ندير أضلاع أكثر، قلت نكتفي بهذا برك. زيد كش ما كاين سؤال واحد آخر؟ اصبر شوفوا.
يا أخي قلنا كاين زاوية محيطية وزاوية داخلية. داخلية ولا مركزية؟ نفس التسمية. قلنا يا أخي الزاوية المركزية هي اللي هي خلاص فهمت. هاي يخلص زيد. شنو هذي 980؟ ومجموعة الزوايا اوكي دركا سعيد، نخليه العشر دقائق هذو الاخرين يعني الاسئله فقط، يعني أكبر. انا الدرس هذا بس. نعم دقيقة، كاين واحد يسقسي قال لك اوكي اصبر قول لي بالضبط وشنو هذا 380؟ مجموع الزاوية سي ا بي و بي دي سي هذو. مازال واحد يسقسي على الزاوية الداخلية، عاودوا لي الصفحة تاع الزاوية الداخلية وريلو شنو هي الزاوية الداخلية. اوكي يا اوكي حسن هذا مين؟ كنا نبرهنوا باللي الزاويتان متقابلتان متكاملتان، اقدر في الشكل. اصبر، هاي الزاوية هاي الزاوية هو على وش حاب يسقسي؟ الزاوية المحيطية. لا، واحد آخر. شوف اوكي روح وري له الزاوية الداخلية دوك نقول لها حسن. هاي دقيقة، قلنا هاي هذا ايوه مثال على زاوية داخلية. هاي الزاوية هذه زاوية داخلية. داخلية ولا محيطية؟ اصبر دقيقة نشوف الزاوية الداخلية قال لك شنو. داخلية هي نفسها المركزية. هاي مثلا، هاي هذه ايوه هذه زاوية، هذه زاوية داخلية ولا نقولوا لها مركزية. الرأس تاعها هو مركز الدائرة، وتحصر قوس، تحصر قوس من قوس ينتمي للدائرة هذيك. زيد، مش ما كاين سؤال واحد آخر؟ اصبر. ايه بون، شوف كاين تمارين بالك تحصل حدث واحد اخرى صح. كاين بزاف تمارين بهذو الحاجات البسيطه بزاف اللي قريتهم دوكا واللي شفتهم دوكا، وكاع تحس روحك شغل درنا تذكير وبالك درنا شي حاجه عشنا ليهم. كاين ندير لكم تمارين راح ندير لكم يتحلوا بهذا وبركيه. ومام اوكي كاين واحد قال لك ما فهمتش البرهان. وش من شوف برهان اكزاكتومون؟ اخر حاجة درناها ايه شوف هو البرهان تاع الاخر واش درنا قلتنا باللي اصبر اصبر سعيد، درك نعاود نشرح له هنا خير باش، لانه شوف حنا واش درنا. بغينا نبرهنوا انه الزاوية هذه زائد الزاوية هذه تساوي 180 درجة، وعندك أربع نقاط تنتمي لدائرة. مليح مليح، دركا حنستخدمو خاصية أنه كل زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس فهما متقايستان. مش معناتها معناتها درك تشوف شت الزاوية هذه مليح، نعتبرو زوج زوايا مجموع تاعهم هي نفسها الزاوية هذه، هي هذه اللي بالوردي واللي بالصفر. هاي هذه بالوردي وهذه بالصفر.
مليح مليح. الزاوية اللي بالوردي هذه هي نفسها آه دي بي آه هي آه هي آه دي بي مليح. هذه الزاوية بالورد اللي بالوردي. الزاوية اللي بالصفر هي الزاوية آه دي سي آه هي هذه هي الزاوية مليح. هذه هي الزاوية اللي بالصفر مليح. دركا عندك الزاوية هذه اللي بالوردي آه دي آه هي آه دي بي تحصر لك القوس آه بي مليح. والزاوية آ سي بي هاي الزاوية آ سي بي حتى هي تحصل لك القوس آ بي. مش معناتها معناتها هذه الزاوية نفسها الزاوية هذه يسمى هذه هي نفسها الزاوية اللي بالوردي. هذه أول حاجة مليح. ثاني حاجة عندك عندك آ دي سي الزاوية اللي بالصفر تحصر لك القوس آ سي مليح. هاي الزاوية اللي بالصفر مليح هذه تحصل لك القوس آسي. وعندك الزاوية آ بي سي هاي آ بي سي حتى هي تحصل لك القوس آسي يسمى الزاوية هذه نفسها الزاوية هذه هذو متقايستان مليح. بما انه عندك هذه هذه نفسها هذه وعندك هذه نفسها هذه مليح وهذو اللي بالوردي واللي بالصفر مجموع تاعهم هي الزاوية بي دي سي الزاوية اللي راني مدايرها لك بالزرق هذه هاي هذه اللي مدايرها لك بالزرق مليح. فإنه هذه هذه اللي بالصفر زائد هذه اللي بالوردي هاو هذو للزوج مجموع تاعهم يساوي كما قلنا هذه اللي راهي بالزرق والمجموع تاعهم زائد الزاوية هذه تساوي 180 درجة. عندك هذه زائد هذه زائد هذه مجموع تاعهم 180 درجة. وقلنا باللي هذه زائد هذه راهي نفسها هذه ومنه هذه هذه زائد هذه تساوي 180 درجة أو هذه زائد هذه 180 درجة. دركا دركا واضحة ولا لا؟ لا كاين حل حاجة نديرو لها إشارة إنه هذه الحاجة هي تكافؤ، ايه يعني لو كان يكون عندك رباعي عنده زاويتين متقابلتين يكون عندهم المجموع تاعهم 180، معناتها هذا رباعي دائري. ايه دركا اصبر شو دركا مش قال لكم سعيد قال لكم انه اذا عندك اصبر درك نرسم رباعي اخر درك نرسم رباعي اخر مثلا قال هذا ليه ليه قال الرباعي هذا عندك هذا A B C D الحمد لله. اذا عندك الزاوية هذه اه وعندك رباعي A B C D اصبر دقيقة A B هاي A B C D مليح. رباعي هذا ما تعرف عليه والو تعرف عليه برك انه يحقق لك الخاصية هذه. عندك الزاوية هذه مليح زايد الزاوية هذه هذه زايد هذه تساوي 180 درجة مليح. إذا عندك الخاصية هذه في الرباعي تاعك هذا فإنه حتما رباعي دائري يسمى الأربع نقاط هذو A B C D تقدر تحطهم في دائرة وأربع نقاط هذو كامل ينتميوا للدائرة هذه مليح. هذه أول حاجة. ثاني حاجة إذا مثلا عندك أهو نفس الشيء عندك رباعي دائري قصدي عندك رباعي عندك رباعي A B C D أو A B C D ما تعرف عليه والو تعرف عليه برك إنه الزاوية D B C هاي الزاوية D B C تساوي الزاوية D A C مليح. هذه المعلومة اللي عندك معلومة اللي عندك بلي كما قلنا دي بي سي تساوي دي اسي. اذا عندك المعلومة هذه
فإن الرباعي ABCD حتما رباعي دائري. ليه؟ بعبارة أخرى، العلاقات الخصائص اللي حكينا عليهم تكافؤ، تقدر تنطلق من واحدة وتوصل للثانية. ونظن هذه برك نكتبها لكم هنا فقط، يعني عندكم تكافؤ، ليه يسمى عندك A B C D رباعي دائري، ليه لا رباعي، صبر باش ما تخلطوش من بعد كي A B C D رباعي. مليح. نظن دركا اسمح نحبسو عند النقطة هذه. يعني الحمد لله غطينا قداش الحاجة مهمة في الهندسة. حكينا على مثلثات، الخصائص الأساسية اللي متعلقة بالمثلثات، حكينا على مراكز المثلثات، وحكينا على الدائرة، علاقة بين الدائرة المثلث والرباعية الدائرية. ثم يعني نتمنى أنه تكون هذه كما نقوله مقدمة مليحة المادة تاع الهندسة. ومن بعد إن شاء الله يعني كي تمشي وتزيدوا تقرأوا أكثر على الهندسة، حتزيدوا تتعرفوا على خصائص أكثر، تزيدوا تتعرفوا على مبرهنات أكثر، تتعاملوا مع الأشكال يعني أكثر. صح، نظن بالنسبة لي هذو هما أساسيات اللي لازم تكون الانطلاقة تاعكم.